قبل لا ابدا الفيديو شباب رايد دعم فستق خرافي من عندكم تشوفون هذا الفيديو شباب رابطه بالوصف حتى لو شويه من عند نريد نوصله 100,000 مشاهده ويلا نبدا الفيديو مالتنا. السلام عليكم شباب، ان شاء الله خيركم على بعض القدر. اقول لكم حلقه فستق رهيبه. طبعا اليوم شباب جايبينكم حلقه مو سهره مرعبه، لا، هاي الفيديوهات مو تمثيليه، هاي الفيديوهات 5 فيديوهات يزعم ويؤكد اصحابها انه هاي الفيديوهات حقيقيه. نعم شباب حقيقية، بس اليوم راح نشوفها وراح نقرر على كل فيديو. طبعا الفيديو شباب بيترجم بالانجليزي وراح اترجم كما ترجمة شفهية، وراح نشوف الفيديو سوية وان شاء الله ربي تتونسوا بي. فعمود تدخل باجواء جو الرعب، اقعد لوحدك بغرفة اذا تقدر، سد البردات اذا الظهر، والبس سماعات على راسك، خلي سماعات وخلي شو اسمه، واقعد بجو مظلم وشوف وتونس وعيش الموقف، يا موقف عيش اللقطة. يلا نقول 3 2 1. مشروع ريسا هو عبارة عن مشروع سووه الجيش الألماني حتى يبنون أنفاق تحت الأرض في وقت الحرب العالمية الثانية، والبناء ما كمله وعافوه وتركوه، وصارت بعض الأشياء المخيفة والمرعبة بهاي الأنفاق بعد ما يعني عافوه، صارت بعض الشغلات اللي ظهرت على النفق اللي خلت الناس ياخذون يعني خوف، واكو جروبات كثيره من الناس حاولوا يستكشفون الكهف. هسه هاي شنو؟ شفت هالشيء؟ قل له شفت هذا؟ جودة الفيديو مو زينة. هاي والله قدامه، اي والله صدق فاتر، والله عظيم فاطمة صدق، انه جودة الفيديو مو زينة، مو تقول يعني مثلا هذا تمثيل او شيء. يقول حاولوا يعدلون على الفيديو ويغيرون الوانه، اي شوفوا حاولوا يغيرون على الفيديو ويغيرون بالوانه حتى يقدرون يشوفون بشكل اوضح، بس هو لاصوها هسه الفيديو اصلا ينشاف. تخيلوا شباب فعلا الكهوف مسكونة بكائنات غريبة، ممكن كأنما يبدو في شيء صغير يركض على يدين ورجلين، يقولوا يدخل بالنفق. انت شو تتوقع؟ ممكن يكون، ممكن كانت يعني تجارب على الجنود في الحرب العالمية الثانية قديمة وبقوا الناس عايشين يعني، او شوف شنو، او ممكن هاي سبيشال افكت يعني، ممكن انترنت يعني تلاعب بال شباب حاولوا يستكشفون نفق القطار وخذوهم الجلوبات، وكان النفق جدا مظلم وحاولوا الشباب دول يستكشفون نفق مال القطار يعني نفق طويلة، حاولوا يستكشفون نفسهم. They seem to get a bit nervous, trying to reach the other end of the tunnel sooner. Nervousness soon turns to panic, and one of the boys says this. Hold on. Oh, one of them said, "I'm gonna hear something غريبة." قال ماذا لو دا أسمع في شيء غريب؟ قال ماذا لو الظهر يريدون يطلعون من النفق ما يقدرون، لا يقدرون يرجعون ولا يقدرون، ولازم يكملون. قال ماذا لو، ماذا لو شنو؟ شت القطار بدأ بالقدوم الآن وأقل من دقيقة. والجواب السؤال مات اللي كان خايف منه، شيء خايف منه من القطار، قال القطار اجى، قفزوا على أنابيب الماء أو هيك شيء، الظهر أنابيب الماء لازم، والمكان ضيق. يا الله هذا شيء مخيف، هذا مو مخيف رعب او جني او هيك شيء، بس يعني مخيف تجربه يعني تقريبا يعني مستيش قريب على الموت، قريبين على الموت يعني شيء بسيط. تنل وال اوه على الحياطين، انتشوا على الحياطين شباب. هذا شيء مرعب والله. والله شيء مو طبيعي صراحة. اي والله ده يجي هاي الجلوب مالته، هذا الضوء، الضوء مال القطار. اي والله اجي اجي. لا يا الله السكة بصفة نزلك. لا تقول لي هذا انقتل بعدين لقوا الكاميرا مالته. وع السكة بصفة.
هاي صراحة تصدق تجربة قريبة من الموت. إذا تجون تفكرون بيها فعلا تجربة قريبة من الموت. واو لا شيء مخيف صراحة. يعني تدخلكم منه فخ ما تقولوا لي بوعوا على الرعبو تستاهلون أدرج دخلكم بالكهف وبخابير طبهم الكهف انتو. والله العظيم انا قاعدين قاعد وبتونس طلع يعد يفتر من اول ما طبوا بالبداية. يعني انتو هم عندكم تقول تقول انتو هم عندكم تجارب ايضا بال او مخيفة يعني وصلتوا للموت قريبين على الموت. اوكي اكو يوتيوبر روسي يحب يستكشف المكانات الغريبة والبعيدة وراح هو اصدقاء بكهوف يعني ما حد يدخل لها وشان اكو مكانات بها ضيقة يعني فحتى الجنطة ما تقدر تفوت فسوى قام يدفع الجنطة مالته يعني وفات يعني قد ما مكانات ضيقة فلي يبحث على اصدقائه هو بس ماكو اي جواب على هذا الشيء. ريبيات ويلي والله انت شانك ورطت روحك يا اخوي. ربيات اوه هذا دي يحكي بالروسي بقى يقول لي اصدقائي دي يحكي بالروسي اصدقائي بقى المكانات مكان ضيق يا اخي من رايح انت خبل بقى الوحدة بالكهف وبقى يسحف على بطنه حتى يكمل. وي بالله يا لا شنو الشيء المخيف هذا شو الزباله خوفني يقول شوفوا شوفوا خفوش خرب انه احنا عندنا شباب يعني شو اسمه احنا عندنا بالعراق يعني مثل يعني شوف خرافه نقول انه خفاش اذا لزام اذا شاف واحد يلزق بوجهه ما ينزع الا بمرايه ذهب او شيء ما اعرف اذا سامعين بهاي الخرافه هاي بس انا سمعت شاف شيء هناك دخول هذا البيوت شنو هذا الشيء الزباله الكاميرا قاعده تسوي بيكسلز وسمده تلقف بده ما ترجع حبيبي ماكش بس تراب والله هذا بس تشن خبل ولما حاول انه يتسلق التله فمثل كانه واحد يشمر عليه احجار قام هو ده يكتب اوكي الحجاره من وين جاك اخوي الحجاره ترى انت جودت انت جودت تصعد فوق ربيات يا اصدقاء يا اصدقاء يا رقي تلع لست حبوب وش يا شبابنا صار الوضع اسوأ لما الباتري مالته قام يخلص والقلوبات قامت تطفى قام يسمع صوت مخيف كلش لحد ما قام يركض بشكل اعمى يا اخي شو سكت ايش تو زيست توبيك من هذا ازرشاس بسري نازل اوه يريد يرجع ضربه في شيء او انضربه في شيء ما ادري قام يرجع بسرعة راح يعوف اصدقائي اروح ما بعد يروح قال في مال لا عمي ايه مبينه اها ولما رجع الجنطة مالته صار عنده اخبار جديد صار عنده فشي تفاجئ بشيء جديد شيء او شيء ما خرب غراضه اشوف ايش لقى البطارية اوه سور دانو بدرجة تربيتك اوكي شوف انتظروا شنو الوضعية هاي الزوالة وقام يفشر اوخ واحد مفتش اغراضه شباب واحد مفتش غراضه شنو السهم طلع ثواني اعيد له خلينا نكمل يجوز يعيدونه طلع سهم فش اوه شت هاي عيون خرب منه هاي العيون ما تشاف ما تشاف بالعين اعتقد بس بالكاميرا لما ينعكاس يطلع اكو احد هنا انا اصدقائي لك انت لو شايف هذا شايفه اني هسه زربت على روحك اخوي هو يدعي انه لم يعني ما شاف هذا الشيء بس الكاميرا لكفت في الشيء بالظلام بالكيف انت شو تتوقعون يقول بس هو فعلا شاف شيء بالكاميرا لكن هل هي حقيقيه او كذب هل هي فعلا عيون ما مشعة او تشع من الكاميرا او واحد يعني او جزء ريفليكس او هيك شيء اوكي يقول يعني مجرد ما انا شفت هذا الفيديو شفت واحد يركض على هذا واحد مجنون قال على الباسكيل ودي يسوق بطريق مال يعني مال السيارات اللي هو ما يصير واحد يسوق عليه وفوقها قاعد تتراوغ اخوي لا يا بلا
هاي تجربة جدا قريبة من الموت. لا 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 هاي جدا خطرة والله العظيم. تخيل واحد منهم ضرب بريك هسه وانت قاعد السوق هيجي. شفت استوني قلت هيجي والله العظيم والله عرفت بالقرآن وقعت النابش اسمه زين الشيش ما طب بطنه. لا وكمل وهذا رجال لا يقدر يوقف لا يقدر يسخن. ده شوفون هذا الخط الابيض شباب هذا ممنوع واحد يعني زقزاق يعني يطلع منه ويفوت عليه ممنوع ما عباتن اصلا ممنوع يطب دراجة هنا أنا. هذا الغرامة مالته مو بس فلوس غرامته يذبوا سجن هذا اصلا يهدد الناس سلامته. ده مجنون والله العظيم. هذا ايضا تجربة قريبة من الموت. لا هذا هو اصلا ده يضحي بنفسه يعني صراحة اتركه بصدق راح ينضرب مو هنضرب ليش تصورون ولا هذا راح يضرب بريك. اوكي هاي احنا يمكن انتوا هم كنتوا تسوون شيء من كنتوا صغار مره ثانيه كنت اسوي شيء بس مو بسيارات لا بعربانات مال نفط بالباسكل والعربانه مال نفط واكل جرح حمار. وهذا بعض الناس يقولون هاي رياضه هاي شيء عادي يريد يخاطر بحياته يعني عشي عادي بس حق لكم شكلات شغلات تخلي هذا الرجل خطر ومميت لكل الناس الدار مداره. اولا قاعد يلعب يفوت زقزاق يعني بين السيارات. تخيل واحد يقول افتر يسرى يمنى ويصير حادث والعلامه اللي ضربها وقعها ها هاي العلامه مال خطر مال تحذير من الخطر يعني هاي العلامه تنبه السواق اللي ورا انه ترى دير بالكم تراكم ترى هذا الحمولة اللي عندي خطرة يعني يجوز يطلع يجوز يصير مثل فاينل ديستنيشن تذكرون الفيلم هذا مال اي بالضبط يجوز يصير يجي مثل الفيلم الاجنبي وسوى كسرة الان ما كنت اي تحذير يعني الناس حياتهم خطر. شيء ثالث هذا النفق اللي يسوق به اكو فيديو على اليوتيوب يوريك انه هذا النفق يسمونه نفق الموت يصير به حوادث بشكل غريب وعشوائي. يقول كل يوم حتى لو السيارة طبيعية ما بيها شيء مي او ثلج او اي شيء راسا يصير بالصدام هذا النفق. هذا الفيديو مخيف بكل الحالات يقول هاي ورد فعلي يعني. والله انا هم اشوفه مخيف لان اذا هو اصلا ملعون هذا النفق. اوكي ثلاث شباب دا يستكشفون مستشفى مهجور مال مجانين يعني قديم وفجأة واحد من الأصدقاء مختفى فرجعوا يدورون عليه لكن مات ما لقوا بعدها. قوي دور عليه. I told you he's sick. He needed to take a breather. بريثر يعني هاي جهاز تنفس. هو يقول أنا مو قلت لك خذ جهاز تنفس هاي مال يعني درب الله. قبل خمس ثواني كان هنا. He's freaking us out. هذا شيء مخيف جدا. وين راح انا؟ شيت. اوه الافشار صار بفلس. Just go and take the right, take the right, take the right. اليمين خذ اليمين. Take the right hands hurt. ممكن يكون هاي الملابس اللي لابسها هي ملابس يعني احد النزلاء. مال المستشفيات. يقول هذا الفيديو بعض الناس يقولون انه هذا الفيديو من مستشفى منطقة انوكا بمينيسوتا مو بكندا يعني بامريكا مو بكندا. واذا انت تعرف الموقع الحقيقي الاصلي اللي به هذا المستشفى فيا ريتك تقول لي يعني بالتعليقات. اوكي شباب يعني مثل ما شفتوا ترى شيء غريب كان صراحة يعني انا اللي دوخني اكثر شيء صراحة اذا تريدون الصدق اللي دوخني اكثر شيء بالفيديوهات هو الفيديو مال الناس اللي يطبون كهف وفات في شيء طب فتحة كهف ثانية. هذا كان جدا مرعب بالنسبة لي. وأيضا الشيء الثاني اللي هم رعبني هو هذا الروسي بس جزء الروسي متفق أصدقاء ما أعرف ممكن أو جزء دول هم متفق هذا هم رعب جزء متفق أصدقاء ما أعرف. فأنتوا أعطوني شباب نسبة أنتوا شنو تتوقعون أكثر فيديو تكتبوا لي بتعليقات أنا تراقب كل تعليق بس التعليقات مثلا او بعضهم غير اسم قناتك اسوار فهي ما اقراها لان ضجت يعني صراحه يعني انا غيرت اسم القناه خلاص تقبل الامر الواقع انا ما راح اتغير انا مثل ما اني اسم القناه تتغير عادي جزء باكر اسميها القط المفترس كيفي حر مفترس
اوكي او جزامية الدجاجة القاتلة مثل ما صاروا اساسن كريد اللي يغلسوا عليه. ها أريد منكم طلب أساساً كريدي أريد تطبون عليها وتشوفوها ترى جداً تفيدني هذا الشيء يعني أتمنى منكم يعني إذا وصل الفيديو 100,000 ومقهور على المواصل حتى 40,000 يعني أز فيا شباب أكمل موضوعي مثل ما قلت لكم كتبوا لي بالتعليقات شنو أكثر فيديو بيهن تتوقعونه حقيقي وشنو الفيديوهات اللي تتوقعها حقيقية وليش أحب أشوف آراءكم أحب أقرأ تعليقاتكم ولا تنسى تخلي لايك وتشترك بالقناة I love you مع السلامة باي باي ولا تنسى مشاهدة آخر 4 مقاطع